السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الشيف الصغير أدهم سيد. النهاردة هنقدم لكم بقى طريقة جديدة، هي طريقة عمل الكنافة، وأكيد بقى انتوا شوفتوني وأنا باكل. طب يلا بقى نوريكم المقادير. لازم عشان يكون الكنافة تبقى حلوة تكون طالعة من الفريزر، ونقعد نفتفتها كده في الصغير. بعد ما فكينا الكنافة نحط سكر بودرة ونرش. ونقلبها. هنقلبها وبعديها كمان نحط شوية سمنة ونقلبها. دلوقتي قلبنا السكر والسمنة، وأكيد بقى يعني هنحط صينية كبيرة تحت الصينية عشان ماما ما نبهدلش الدنيا. هسيب دلوقتي الصينية شوية، والشربات بقى عبارة عن كوباية سكر وكوباية مية. ونصف نص ليمون عليه بعد ما يغلي. دهنا الصينية سمنة وحطينا نص مقدار الكنافة وهنقص عليها جامد. وهنحط المكسرات، اي مكسرات عندنا. بعد ما حطينا المكسرات نحط النص الباقي بتاع الكنافة. بنضغط عليها جامد تاني، وهنحط عليها معلقة سمنة، وبعد كده نحطها في الفرن. واستنوني بقى لما تستوي.